الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، ما وحشتهاش هي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي تقول اللي تقول وما تقولش، ده انتوا ساكنين في الحته الشمال. الكلام وحش قوي. بس عشان انا على اخري منك اسكت، يمكن اللي على اخري مني. تعالوا بقى نخش على الفيديو، نقول التليفون مايل على حنان شويه، اعذرونا انا مصدعه جدا يا جماعه. النهارده احنا جايين في اكله ابسط من البساطه واطعم من الطعام واحلى من الحلاوه. يبقى هي ايه؟ القرنبيط يا جدعان، والمسقعه يا جدعان، والمسقعه. الله بقى، الله ما تقوليش، ابسط اكله واحلى اكله. وعايزه اقول لسعاد خضر حبيبه قلبي، انا بشوف الكومنتات كلها، وشفت كومنتك وانتي وحشاني جدا، وشفت كومنتك كمان على التيك توك. حبيبتي انا، انتي حبيبه قلبي، ده انتي من زمان معانا والله. وفي بالي مش كنا بنقول سعاد راحت فين؟ ايوه اختفت، راحت فين؟ اتريها معانا في صن. ربنا يخليكي ويسعدك. وعايزين بقى ندعي لاولاد ام بكر، ربنا ينجحهم يا رب ويخليهم لها يا رب. يا رب تشوفيهم احسن الناس يا رب. يا رب. تعالوا بقى نخش على التحدي. على الاكل. ايه تيجي نعمل تحدي؟ لا تحدي. لا تحدي. لا تحدي. لا مش عارفه، انا نفسي يا جماعه كانت في المسقعه قوي. وحشة على فكرة، وحشة جدا. الله، والله حبة مسقعة وحشين قوي. حرام عليكي، ده كان نفسي فيها، عاملاها وحشة. حلوة بطريقة حلوة، حلوة بطريقة جبارة عجيبة. انا ما بردش عليها عشان عارفة القرنبيط بقى بالخضرة كده بالظبط. نعمل التحدي. انا كرهاكي مش اكتر مني. كرهاني دي عملتك ايه انا؟ ابقى تعبانة ظهر يا جماعة، متصدعه. والله العظيم وانا اللي صدعتها لك، وانا وجعتني الظهر. القرنبيط الدبار يا جدعان، وعندي حساسيه، المفروض ما اقليش قرنبيط ولا فلفل. تسيبيني وانزل؟ هسيبك وانزل. كنت نازله اتفسح، بس برضه ما عنديش دم. كنت نزلتي بعد الغدا بالليل، مش تهربي. اهرب؟ مشكلتك ان انا فهمك. لا والله من جد بتهزري. ما انت عارفه انا كنت عند الدكتوره، اجي لها بالليل ازاي يعني؟ ميعاد الصبح. لا ما بيفتح بالليل، وانزل يوسف بالليل في البلد. لا ثم هو استشارته الصبح اصلا، والله استشارته في الصبح مش بالليل. انا بصف مش اللقمه هي اللي تبيض، انا هقول لكم العيش عندنا مسخط، من ضمن الحاجات اللي مسخطت رقيق جدا. فبصوا اللقمه دي ممكن تعمليها كده كده كده. بصوا بقت قد ايه. فيلا بقى، بس احلى عيش العيش البورسعيدي بقى. تفتكر الاستاذ ماجد لسه بيتابعنا؟ مش عارف، ممكن يبقى زي سعاد خضر بيتابع في الصمت. مش عارف، تفتكري فاطمة بتتابعنا؟ لا اشك. مش كلمه من بره، انت فاكرين بهزر؟ انا بهزر بس انا محروق دم منك. انزلي بالليل. طب بقول لك ايه، والله العظيم قلت لها قبل ما انزل، انت مش جايه تعملي الاكله دي الا في يوم الدكتور. استني لما يوم تاني يعني ما ابقى قاعده. طب ما انت عارفه ان انا عامله حسابي على الاكله دي ومش هلحق اعمل غيرها. لا والله العظيم ما كنت اعرف ان انت عامله حسابي. انت هتسلقي القرنبيط الارنبيط؟ لا انت قبل ما تسلقيها قلت لك انت هتعملي ارنبيط، قلت لك قلت لك اجليها. بس اتأثري في الموضوع ده عشان ما نحرقش دم بعض في الفيديو، عشان انا هقطع ياها. كم جد؟ ولا بتحكي حكايه يعني؟ انا عاملاها بهزار قدام الناس، بس جد جد دم محروق والله، الصداع ما قادره منه.
ليه انا ما قلتلكيش اجليها؟ يعني الدكتور اللي يتاجل والاكل ما تتاجلش. يلا كلي بقى ما تبوظيش كده. اكل ازاي بعد حرق الدم ده؟ الدكتور هتروحي له في نفس اليوم بس بالليل، استشارته الصبح، اروح ازاي بالليل؟ تعودتي على السليحه على الراحه. يعني انا ما قلتلكيش ما تعمليش. مش عارفه اعمل من يوسف اشي، مش عارفه يوسف للدكتور اشي، مش عارفه ايه تقوليش يوسف رئيس الديوان. انا شايفاكي مستمره وبتاكلي عادي يعني. يلا بقى عشان الفيديو. فيديو انت خليتي فيها فيديو. يلا بقى حنان بقى. يلا ايه تقولي كلام يا اسامه ما حصلش؟ انت عماله تقولي لهم كلام ما بيحصلش. انا بقول لهم في جوا. لا وانت ما كنت عماله تقولي لهم ازاي نزلت والدكتور كان ينفع بالليل ومش عارفه ايه، وعارفه ان انا ما بعرفش اقلي. انا ما قلتلكيش ما تقليش النهارده عشان باب المطبخ انا بقفله عليا وانا اللي بقلي. يعني قوم واسيبه. يلا نكمل الفيديو. ما عنديش دم انا. لا اله الا الله. اكمل الفيديو ازاي؟ هو والله سدت نفسي. هي هتعمل لهم وتمررها، ما كانش عملتها. لا يا ماما بالله عليكي. يعني انا ما تعبتش النهارده وانت عارفه ان ضهري وجعني. ما انا عارفه ان ضهري وهي قالت لك قبل ما تنزل ما تعملش الاكل النهارده. حصل؟ وانت قلت لها ايه؟ طب كنت اعمل اكل ايه؟ وانت قلت لها ايه؟ مش قلت لها خلاص اجليها؟ او استني ما تيجي وتحمر واكل لها اكل شويه؟ كمان قلت لها ما تخشيش وصدرك يتعبك. قلت لها عشان نصور. كان اي لقمه النهارده؟ اي لقمه ازاي من غير تصوير؟ كنا نصوره لما نيجي ان شاء الله ينزل بكره او يتاجل الاكل. انت اللي حطيت العقده في المنشار. انا خلصت قعدت اجمع والفيديو ما تشتغلش. انا جعانه والله، انا مصدعه جدا والله العظيم. انا كنت جعانه جدا سديتي نفسي. بطلي بقى رخامه. يلا كنت عارفه ان انا بعدي. يلا كلي يا حنان ما تساليش. كلي رغم ان انا تعبانه جدا يا جماعه والله، ومحدش بيساعدني ومحدش قلبه عليا، بس عايزه اقول لكم الاكل طلع تحفه والله العظيم تحفه. بقول لك ايه؟ اقعدي اشتكي لهم احزانك براحتك. تعمل اللقمه والله العظيم زودها قوي في ماء. خلاص يا ستي كمان اصور لوحدي عادي. ماشي. ما انا ماليش حد خلاص. اصور لوحدي عادي بدل انت سبتيني لوحدي. سيبيني لوحدي. هي جت على دي؟ انا مش هرد عليكي. فضفضي براحتك. انا هقول لهم ابنك عيط وقمت وانا هاكل. قولي اللي تقوليه ما عادتش تفرق. قولي لهم اللي انت عايزه تقوليه. بصوا يا جماعه ما وصلتش لكده يعني. خلاص بقى خلينا اصور. بصوا يا جماعه هي ابنها عيط وقامت. مش مشكلة بعد كده ممكن ابقى اطلع لكم لوحدي انا وعلي. هي ما عادتش هتطلع معانا. كل واحد في الزمن ده بيقول يا رب نفسي. ما عادش حد بيقول خلاص انتهت. انت بني ادمه مستفزه جدا على فكره. في ايه؟ انت بني ادمه مستفزه جدا. انا كنت بصور لوحدي هتبوظي لي الفيديو؟ طب تعالي ما تعيطيش. خدي والله مقلب. اقسم بالله بعمل فيكي مقلب يا بنت. تعالي الاكل تعم. اقسم بالله خدي يا حنان. حنان اقسم بالله بعمل مقلب. تعالي بقى عشان ما يبصش. مش جاي. يلا مش جاي. تعالي يلا بقى عشان خاطري. طب تعالي عشان خاطري امسحي دموعك يا حنان. يا حنان خدي. يلا بقى مالكيش دعوه انت يا ماما. مالكيش دعوه انت يا ماما. لا ما تحلفنيش بنفسها عشان مش عايزه اجي. طب انا جعانه والله. انا هفضل في الرغيف الثاني. بقول لك عشان خاطري. ده اللي انت ما عندك ده. طب تعالي تعالي بقى. والله الاكل كان عاجبني وسديتي نفسي. يلا بقى يلا بقى امسحي دموعك اول ما ناديه. عادي يا جماعه بهزر معايا يا جماعه. انا اللي قلت لها والله. قالت لي سيبيهم اما اجي عشان ما تقفيش في الزيت وكده. رجعت قلت لماما بقول لك ايه انا هعمله النهارده بدل ما اقعد ادور تاني هعمل اكل ايه والف حوالين نفسي. ماشي. فقلت اعمله. اقسم بالله مصدعه والله ما قادره من الصداع. والله العظيم ما عندها ريحه الدم. اقسم بالله عشان سدت نفسي فعلا. كل انت عارفه
وبلف طول النهار انا في الشارع ها هي بتقول في البيت وانا كنت في الشارع بيوسف وجاي تعبانه اول ما جيت على التصوير على طول عشان خاطرها وهي ما عندهاش دم بنت طبقت احلى كلي كلي اللي بطني توجعني انت غبيه قوي قوليها مش عارفه تقولي ما هي صينيه واحده فما عارفه انت بترضيني كده. والله ما كنت عايزه ارجع لها تاني بس ارجع عشان خاطر الاكل تعب بصراحه تعب قوم ايه الله مقلبين في مقلب يعني مالك قفشتني لا مش للدرجات دي بقى كنت بقى اشتغل عليك مش للدرجات دي اصل انا ايه في الاول قلت بتهزر بس صدقتها ليه عشان حصل حوار اصلا قبل ما انزل على القرنبيط ده حصل أيوة. حوار وقلت لها بلاش وعشان صدرك وانا هقفل عن نفسي وقلت لها خلاص هعمله طلعته وخلاص يا جماعه وولعت على الميه وكنت مطلعه البتنجان فقلت خلاص بقى بذمتك انا ما اتفاجئتش ومش فارقه انا من الاكل ده وقلت لك ادفع على الميه وخليه لبكره هي دي بتقلي وغالبا ما بنقليش كتير في البيت يعني بس اي حاجه محتاجه قليه حتى لو في فراخ بانيه اي حاجه بتقفل على نفسها بدخل انا وتقفل على نفسها عشان ياكل النهارده فتحت البيت كله شديت نفسي وانا لما نفسي بتتسد بتتفتح ما بتتفتحش تاني بسهوله اقسم بالله يا جماعه طبق المسقعه ده يفتح نفس اللي نفسه مقفول صراحه يا جماعه في الاكله دي ما ينفعش الواحد نفسه تسد عليها يرجع لها تاني تتفتح على طول هو العيش اللي صغير ولا انا من في ايه بالظبط الاكله دي انا كان نفسي في المسقعه قوي قوي لا وهي كمان تحفه صورت مين زي ياكلوا عيش هما كمان تفتكر هيصوروا؟ هو اعلى بس هما عاملين عكس صح يا مومو؟ اه فلفل وبتنجان العكس برضو في الجو ده تبقى تحفه عايزين نعمله ونعمل فته بس كده القرنبيط بالخضره كده باخد خضره حكايه بحب بقى المسقعه في البطاطس تبقى جميله والله بصوا مش عارفه بعبر احنا كان المفروض نقول ان هو تحدي صراحه يعني عشان احنا كده شكلنا مش لطيف ليه؟ انا متهيألي كل حبايبنا بيحبوا الاكله دي وبياكلوا فيها والله يا جماعه احلى من اي اكل اقسم بالله تحفه اكله بسيطه وجميله وبس اكل عارفين احنا المفروض نعمل مقاطعه للحمه والفراخ والسمك وننزل على الاكل ده لغايه ما نشوف حل في اللي احنا فيه اصل انت هتعملي مقاطعه من عندك في ناس ما بتعملش فاللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش ما بياكلش مش فارقه كتير نعمل مقاطعه بس والله المفروض فعلا لان استهبال بجد رجعتي بس انت عارفه الاكل ده ما يتزهقش منه جميل قوي الخضره مع القرنبيط كده انت خلصت الخضره سيبي شويه خضره
شفطت الخضره لوحدها. صدق مسقعتك احلى من مسقعتها من النيله. من الدوائر مسقعتك الوحشه دي ربنا بيك دميها قبلت للاسف. انا شبعت للاسف. خلي بالك ما هي اللي هي مسقعه هي مش طبخه واحده؟ ما عارفه بس بستهبل مش غبيه للدرجه دي. فيها قرن فلفل. طب ايه الاكله دي يا جماعه؟ من الاكلات اللي لما تشبعوا تزعلوا. اه والله تبقى مش عايز تسيبها. نسيبكوا بقى، نسيب البنت حنان تاكل بقى، تكمل بعد ما حنان عليها كده وزعلناها. خلاص على الترابيزه. لو عجبكم الفيديو تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.